أنا رح خبرك بكل شيء يا خانو. ماشي، شكراً. هالشي انتهى كمان. الحمد لله على السلامة يا أروى خانو، خلصتي مني ومن كنية أونال كمان. تركيني أنت وابنك لشوف. أنا بدي أمرق على الديوان يا بيك، بتأمرني بشي تاني؟ لا، شو ما راح تجي على الاحتفال؟ ما بصير، بدنا نحتفل برجعة أروى خانو مع العزوبية. بابا ليش زعلانة يا أروى؟ أنت بدك تتطلقي، شو صار؟ الله يخليك سكوت. ماما تعي. نهاد تعال على المكتب وخلينا نحكي، في عندي مشروع كتير حلو بخليك تتراجع عن السفر. جهزنا كل أمورنا، رح نسافر بعد أسبوعين. رح سجل لك كل شي باسمك، منبدأ من جديد ومنستولي على السوق كمان. أنا عم دور على راحتي وبس. شكراً لك، منشوفك. عالشركة يا بيك؟ لا، عالبيت. ألو؟ مرحبا كاتيا خانو، كيفك؟ أنا منيحة، وأنت؟ إذا شفتك اليوم رح أكون أحسن بكتير يا خانو. صاير شي؟ لا، بصراحة صار شي. أروى خانو طلقتني وأنا ضليت لحالي، وهالليلة ماني حابب أتعشى لحالي. تعالي لعندي وخلينا نتعشى سوا. ما بصير، ما فيني اجي. لا تتدللي، منقعد منحكي عن فرص عمل جديدة، بلكي ما بتروحي لمحل تشتغلي عندي ببيتي انا. شو عم يصير لك ولا؟ سكر هالتليفون. انت شو عم تحكي؟ عم قلك سكر هالتليفون. العمى شو حقير؟ لا شو صار له هذا جن؟ إذا مرة تانية بتزعجها بشي بموتك، عم تفهم؟ بموتك وبخلص عليك. العمى شو إنك واحد واطي. فعلاً إنك واطي.